هذول كلها شاه نعيمي مضاريع سامة 660. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه مجموعة كيوس وجفار سامة 720. الله يبارك لهم إن شاء الله يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. هذا اليوم السبت، اليوم يوم الجلابة، عودة الجلاب إلى مدينة الأنعام في بريدة. هذا الحرية كل واحدة معها ولد، ثنية وجذعي ثامن 1400 ريال. الله يبارك له يرزقه إن شاء الله. أنا مسامي رأي. هذول كله خرفان نعيمي يسامن 1060. الله يبارك له. كم أعمارهم طال عمرك؟ ثلاثة شهور ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يرزقك. هذول الرخال يسامن 1080 الحين نعيمي. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياهم. عمارين قبلنا كم حنا؟ من قبل الست شهور. من تحت الست شهور يقول الرجال الله يفقه. هذول المعزة واحدة معها واحد ثنتين معهن على اثنين. يسامن كم طال عمرك؟ 1200. الله يبارك له يرزقه ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذول النعيمي خرفان خمس رؤوس يسامن 1400، والباقي النجدي ماسيم الان. الله يبارك له يرزقه ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله طبعا خرفان نعيمي يقول رجال واحد اعماره ثلاث شهور. ايوه وهذا خمسة شهور يسامن 1130. الله يبارك له يرزقه إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا طبعا عودة الجلابة ما شاء الله اليوم السبت بعد العيد، والله يوفقهم ويرزقهم إن شاء الله. عدد ما ذبح من الضحايا ما شاء الله تبارك الله. هذا كله صرفان سامن 930 مع الدلال أبو خالد الله يفقه ما شاء الله تبارك الله. يلا يقول 930 كم أعمارنا أبو خالد تدري؟ أعمارنا يكون فوق ثلاثة شهور. أعمارنا فوق ثلاثة شهور يقول. الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك له. 930 هذا النجدي يقول الرجال من خمسة شهور وحولهن كله خرفان مع الرقل واحدة يسامن 1050. الله يبارك له ويزود له إن شاء الله. الله يوفقنا وياه ما شاء الله تبارك الله. هذه مجموعة كيوس وجفار يسامن 580. كم أعمارها تقريبا يا أبو؟ ثلاث شهور ونص. هذه ثلاثة كيوس وجفرتين يسامن 800 الآن بالسيارة. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. هذه شاة سدس حليب سام 520 بالسيارة نجدية. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياهم. هذه نعيمية معها ولده سام 1100 ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقه إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك. هذول الخرفان كلها نعيمي سام 930 وأعمارهم من 5 شهور وتحت سامة 930 مجموعة. ما شاء الله تبارك الله. هذا كله خرفان ما شاء الله. بعد 1220 بعتوه. 1220 ما بلا رخل واحدة. ما بلا رخل واحدة. باقي خرفان. سمين سمين. الله يبارك له. للمشتري والبايع. 1220 باعوها. كم عليك؟ باعوهم الله يذكر الجميع. ما شاء الله تبارك الله. 1220. هذه شاه كلها نعيمي سدس سامن على 600 الآن. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. هذا الثني اللي هو الفحل يقول الرجال يقرع ها؟ سام 2003. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. والثاني ماسيم الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذولي سامن 920 واحدة من الشاه معها ولد سامن 920
المجموعة ذي. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. الله 920 بس ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك ما لها قيمة هالغنم اليوم. بس هذه مع ولد بس. هذه مع خروف. شوف خروف خروف بس. وهذه اسمها الاخرى. ها شوف بنت. ما شاء الله هذه بنتها. هذه بنتها 920 طايح هالغنم ما شاء الله. كل ذول يساوي 920. 920 ابا لا ان شاء الله يعوضكم خير ان شاء الله. يعوضهم الله يرزقكم قلامي. هذا التيس سام الان بسياره 700 وهذا الخروف 870 خروف نعيمي. الله يبارك لهم ما شاء الله. عمره تقريبا يمكن من 4 شهور تحت خروف. تقريبا من 4 شهور وتحت. الله يبارك لهم ما شاء الله. الله يرزقهم. هذول نجدي مع واحد مهجن سام 970. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم. ها 70 سام 970. الله يبارك لهم. هذه كلها خرفان ما شاء الله نعيم. سام 1080 ما شاء الله. كلش خروف. 1080 كلش خروف. الله يبارك له يرزقه ان شاء الله. 1080 ما شاء الله تبارك الله. 1080 يلا خرفان نعيمي. اعمار يقول رجال بحدود 3 اشهر. 1080 الله يبارك له ويرزقه ان شاء الله. 1080 هذا كله ما شاء الله خرفان نعيمي. يقول الرجال اعمارها محدوده 4 شهور. سامن 930 صح خالي؟ صح. الله يوفقك امين يرزقك يفتح بابك ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم. بعد التسع ولا بالفيديو